يقول كم عدد الأنبياء والرسل وهل لقمان نبي أو رسول؟ لقمان عبد صالح وليس نبيا ولا رسولا، وإنما هو عبد صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، أو عبد صالح. وعدد الأنبياء جاء فيه حديث، جاء فيه حديث الله أعلم بصحته أنهم 120,000، وأن الرسل منهم 318، الله أعلم بهذا، حديث يحتاج إلى تثبيت ودراسة. ولكن الله جل وعلا يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، دل على أن هنا الرسل ما نعرفهم، ولا لكن الله ذكرهم سبحانه وتعالى ولم يذكر عددهم. نعم.